طيب نعمل بقى كده قراءة تحليلية ونحلل أداء الفريق وفريق كمان البنك الأهلي قبل المباراة المرتقبة النهاردة. خلينا نعمل ده مع دكتور أحمد بيومي محلل الأداء بقناة الأهلي، هو معنا دلوقتي على التليفون. دكتور أحمد صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الفل على حضراتكم جميعا وبنصبح على جميع الاهلاويه. اهلا بيك يا فندم، وعايزين بقى نستغل كده هذه المداخله ونتكلم مع حضرتك في كذا نقطه. هنبدا بفكره دلوقتي الدوري وست مباريات يعني خاضها الفريق، ولو هنحلل شويه الاداء مقارنه بباقي الفرق المشاركه في الدوري نقدر نقول ايه عن النادي الاهلي يا فندم؟ بالظبط. طب خلينا الاول قبل ما نستعرض حته الارقام التحليليه، هو في نقطتين مهمين جدا عايزين نوضحهم للساده المشاهدين. هي حته ان الارقام التحليليه دايما بتحمل اتجاهين، يا اما اتجاه ايجابي او اتجاه سلبي، عشان هنا لازم كنا دايما حته التعليق على الرقم ده، دي نقطه مهمه جدا ان انت تفسر الرقم اللي قدامك ده، ما تذكروش كده مجرد رقم جامد يعني. النقطه الثانيه برضو اللي عايزين نوضحها حته موضوعيه الارقام التحليليه انها بتبقى دايما بعيده عن الاهواء كليه، لان طبعا اللي بيقوم بالارقام التحليليه دي يا اما كمبيوتر يا اما عندنا شركات اجنبيه، هي عندنا محللين اجانب هم اللي بيبتدي يقوم بالارقام التحليليه دي. فاحنا كنا حابين نوضح حته ان موضوعيه الارقام التحليليه دي بشكل كبير جدا. تمام. طيب خلينا بقى ننتقل على اول رقم تحليلي عندنا. هنلاقي ان النادي الاهلي بعد ست مباريات مقارنه بباقي فرق الدوري العام عندنا معدل الاستحواذ بتاع النادي الاهلي متوسط 57%، هو اعلى فريق في الدوري عنده حته الاستحواذ. ودي نقطه برضو مهمه جدا، لو جينا قارنا رقم الاستحواذ دوت بالموسم الماضي هنلاقي ان كان دايما متسيد حته الاستحواذ هو نادي وادي دجله. طبعا بيرجع دوت لحته اسلوبه في طريقه اللعب، ولكن كان هو عنده حته الاستحواذ السلبي، لو جينا ان هو ما عندوش القدره انه يترجم الاستحواذ دوت لاهداف او انه يحقق مراكز متقدمه في حته الجدول الدوري العام. طيب هنلاقي بقى لو جينا ربطنا حته معدل الاستحواذ دوت السنه دي في النادي الاهلي هنربطه دايما برقمين، الرقم اللي هو معدل التمريرات ومعدل الاهداف، فهنلاقي ان الاهلي برضه هو اعلى فريق في الدوري عامل معدل الاهداف هو 2.7 هدف، وهو يعتبر اقوى خط هجوم محقق 16 هدف. اذا لو جينا ترجمنا معدل الاستحواذ يبقى اذا الاستحواذ بتاع النادي الاهلي هو استحواذ ايجابي، عنده القدره فعلا انه يترجم استحواذه وتمريراته لاهداف. وبرضه هنلاقي ان النادي الاهلي هو اعلى فريق في الدوري عنده معدل تمريرات وتمريرات صحيحه، بيحقق 600 تمريره خلال المباراه، ده رقم ضخم جدا على فكره. طبعا. وبرضه هنلاقي انه منهم 512 تمريره صحيحه بنسبه 85%. دي كده بنقول ان الفريق النادي الاهلي عنده الشكل الجمالي في 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 الاداء من غير من حيث حته الاستحواذ، وعنده القدره انه يترجم الاستحواذ ده لاهداف. هنلاقي برضو رقم تاني مهم جدا هو معدل الأهداف المتوقعة، والمقصود بحتة معدل الأهداف المتوقعة للنادي الأهلي هو إيه الفرص المتاحة قدام اللاعبين داخل الملعب وقادرين وإيه قدرتهم على ترجمة الفرص دي الأهداف. فهنلاقي إن معدل الأهداف المتوقعة 2.5 خلال المباراة، ومعدل الأهداف اللي الأهلي بيقدر إن هو يحققه 2.7، فهنلاقي دايما إن معدل الأهداف المتوقعة أقل من معدل الأهداف، ودي نقطة مهمة. يعني ده معناته إن الأهلي عنده القدرة إن هو لو في أنصاف فرص، فيما معناته أنصاف فرص، قادر إن هو يحولها لأهداف، ودي نقطة مهمة جدا. وبرضه بنأكد على حتة إن الأهلي أعلى معدل أهداف متوقعة مقارنة بباقي فرق الدوري. طيب هننتقل برضه للنقطة اللي بعديها، هنلاقي إن الأهلي هو أعلى فريق في الدوري لحد دلوقتي قادر إنه يصنع فرص أمام المرمى عن طريق إن هو بيصنع بمعدل 11 فرصة في المباراة الواحدة. هندخل برضو على الرقم اللي بعد كده هو معدل التصويب على المرمى، هنلاقي برضو إن النادي الأهلي هو أعلى فريق في الدوري قادر إنه يصوب على المرمى اللي هو فيما يذكر بهو الثلاث خشبات 7 تصويبات خلال المباراة الواحدة. هندخل برضو على الرقم الأخير هو معدل التمريرات البينية الصحيحة، هنلاقي ان النادي الاهلي برضه هو اعلى فريق في الدوري قادر انه يصنع 9 تمريرات بينيه او الكي باس او فيما يطلق التمريرات الحاسمه 9 تمريرات خلال المباراه الواحده. الرقم ده مهم جدا ليه؟ لو جينا قارنا السنه اللي فاتت برضه كان برضه المتفايد حته التمريرات البينيه دي كان نادي بيراميد عن طريق عبد الله السعيد.
ولكن السنه دي احنا عندنا بدانا ان احنا عندنا اكثر من عنصر داخل النادي الاهلي عنده القدره او الحاسه التهديفيه او حاسه صناعه الاهداف. متمثله في مجدي قفشه، متمثله في علي معلول، في حسين الشحات، في ناصر ماهر، فهنلاقي ان مفيش عندنا لعيب بعين هو اللي يقدر يعمل صناعه الاهداف، لا عندنا الموضوع متوزع، ودي نقطه ايجابيه مهمه جدا ان انت ما عندكش اللعيب الاوحد داخل النادي، لا انت عندك اكثر من لعيب عنده الحاسه التهديفيه والنواحي الهجوميه اللي يقدر عن طريقها ان هو يصنع الاهداف. طبعا. بس خليني اسال حضرتك برضو هنا يا دكتور، يعني فكره ان احنا نبدا هذا الموسم موسم الدوري الحالي وبنتكلم في 6 مباريات وفي نفس الوقت بنتكلم ان احنا اعلى فريق في الدوري فيما يختص هنا بالاستحواذ والتمريرات ومعدل الاهداف اللي حضرتك ذكرتهم دلوقتي ده، هل يترجم مثلا في هنا اختلاف المدير الفني او يعني جميل زي جدا حضرتك ذكرت النقطه دي. اتفضل يا فندم. طيب بالظبط يا فندم، النقطة دي فعلا احنا لو جينا ترجمنا الأرقام اللي فاتت دي كلها، دي أرقام هجومية، هلخص مع حضرتك الأرقام الهجومية دي برضو مع أرقام دفاعية، هنلاقي إن فريق النادي الأهلي هو أعلى فريق في الدوري عنده خط دفاع أو بيسموه أقوى خط دفاع، هو دخل فيه هدفين فقط. طب ده ناتج لإيه؟ ده ناتج لحاجتين، التدعيمات اللي تم تدعيم بيها الفريق من لاعبين، عايزين نقول إن ده نجاح للتدعيمات دي. النقطة الثانية، الناس اللي كانت بتشكك في المدير الفني، لا احنا بنتكلم في ارقام ضخمة جدا مقارنة بالموسم الماضي، ده مش معناته ان الموسم الماضي احنا ما حققناش اهدافه، لا احنا حققنا اهدافه ولكن بطريقة ثانية، لان احنا عارفين ان حتى الارقام ديت بتختلف من اسلوب لعب لاخر، ولكن لما يكون عندنا اسلوب اللعب ده قادرين نحقق بيه الارقام دي، فلا احنا بنقول ان احنا عندنا مدير فني محترم جدا قادر انه يحقق المعادلة الصعبة اللي هي ما بين الشكل الجمالي في الاداء وما بين انه يحقق الاهداف من الاداء دوت، اللي هو ان احنا بنحقق الارقام الضخمه اللي احنا شايفينها لحد دلوقتي والتقدم في المركز حضرتك، احنا المركز الاول والارقام اللي احنا شايفينها دي، فاحنا بنقول ناتج حاجتين، التدعيمات والمدير الفني زي ما حضرتك ذكرتي. طبعا كويس جدا. طيب لو هنتكلم هنا يعني خلال بقى او عن النادي الاهلي مباراه النهارده والبنك الاهلي، ونتكلم يعني حضرتك كده من وجهه نظرك، يعني المباراه النهارده هتشهد مثلا هجوم في البدايه، هنتكلم عن يعني برضو البنك الاهلي 4-2-3-1 دي الخطه اللي هو برضو يعني بيعتمد عليها الى حد ما، بيعتمد عليها. فخلينا نفهم من حضرتك شكل المباراه بتتوقعه ازاي النهارده. خلينا طب نستعرض الاول مشوار البنك الاهلي في الدوري، هنلاقي ان هو لعب 7 مباريات. هو تركيبه طبعا ال 12 في الترتيب متاخر، طبعا عنده 7 نقاط بس، هو فاز في مباراه وحيده، هزيمه 2 وتعادل في 4 مباريات، هو احرز 7 اهداف ودخل مرمى 8 اهداف. طبعا من خلال استعراض المشوار البنك الاهلي هلانه يعني فرقه متوسطه في المستوى، فبالتالي طبعا اكيد ان هو هيبتدي ان هو مش هيقدر يفتح خطوطه امام النادي الاهلي طبعا، لان لو بصينا برضو طريقه لعبه بيلعب طبعا تحت قياده الكابتن محمد يوسف، هو احد ابناء النادي الاهلي وعنده درايه كامله طبعا بالنادي الاهلي، هما بيلعبوا بطريقه 4-2-3-1 فعلا، وفي بعض الاحيان بيلجا لطريقه 4-3-3. طيب لو جينا حللنا الاهداف اللي دخلت مرمى، ودي نقطه مهمه جدا عايزين نذكرها، هو دخل مرمى 8 اهداف، منهم هدفين من ضربه جزاء و5 اهداف، جميع الاهداف دي من عرضيات، ودي نقطه مهمه جدا بتعكس التمركز الخاطئ خصوصا لقلبي الدفاع او خط الدفاع بالكامل، لما نقول ان 5 اهداف كلهم من عرضيات، اذا في مشكله عند البنك الاهلي في النقطه ديت، احنا ممكن نستغلها من عرضيات طبعا عندنا طبعا كابتن علي معلول وعرضياته المتميزه جدا، وهو طبعا عايزين برضه لو جينا ذكرنا لو اتكلمنا بدم ذكرنا علي معلول، عايزين نقول ان علي معلول اعلى لعيب في الدوري عنده صناعه اهداف، هو صنع 5 اهداف وهو اعلى لعيب في الدوري برضه صناعه للفرص، عامل 13 فرصه وبرضه هو اكتر لعيب في الدوري على فكره، لما قارنته بجميع لعيب الدوري هو اكتر لعيب عامل تمريرات بينيه صحيحه او الكي باس، عامل 12 تمريره، فاحنا النهارده عندنا مفتاح لعب مهم جدا العرضيات عن طريق كابتن علي معلول، ان احنا ممكن نستغله ان احنا نحسم المباراه من الشوط الاول باذن الله. مهمة فعلا يا دكتور احمد موضوع التحاليل اللي من النوع ده، هي بتبين للواحد احنا موقفنا عامل ازاي، فرقتنا موقفها عامل ازاي بالمقارنه بقيه الفرق المشاركه في الدوري، نقاط القوه ونقاط الضعف اللي عندنا، فدي حاجه فعلا في منتهى الاهميه يعني. طبعا طبعا يا استاذ كريم، يعني بتلخص لك حاجات كتير وتوري لك الرؤيه بشكل اوضح بكتير.
طبعا طبعا. وعايزين نقول ان الموضوع ده يعتبر مستحدث في مصر تقريبا، يعني ما يزيدش عن 4 أو 5 سنين. الموضوع ده بره ما كمان بيبقى فيه اقسام كامله في كل فريق، قسم كامل خاص بتحليل اداء كمان اداء المنافس مش اداء فرقتك بس. امال قبل الـ4 سنين كانت الدنيا كانت بتبقى ماشيه ازاي على الصعيد ده؟ قبل كده؟ قبل كده كان الموضوع يعني انا لو قدرت ان انا اتوفر على الفيديو بتاع الفريق المنافس ببتدي ان انا ادرسه، بس بيلعبوا طريقه لعب ازاي، ايه نقاط القوه، مين الهداف، نقاط عامه. لكن ما بقدرش ان انا اترجم بقى مين صانع الاهداف عندي، مين محور الاداء. انا النهارده عن طريق التحليل الاداء انا اقدر اعرف مين اكتر لعيب جوه الفرقه بيلمس الكوره، اكتر لعيب بيعمل تمريرات. فالنهارده لا، تحليل الاداء مهم جدا ان انا بقدر ادرس الفريق المنافس بشكل كبير، بيوضح لي فين نقاط القوه ونقاط الضعف. لا النهارده الموضوع بقى مهم جدا، وعايز اقول لحضرتك ان فعلا الموضوع دخل في مصر بقوه، حتى فرق في الدرجه الثانيه النهارده بدات تستعين بمحلل اداء. مش عايز اقول لحضرتك ان فرق الدوري الممتاز، لا انا بقول لحضرتك فرق الدرجه الثانيه النهارده بدات تستعين بمحلل اداء انها تقدر تدرس الفريق المنافس، ان هو يبتدي يصور الفريق المنافس في مباريات. دي حاجه كويسه جدا وحاجه مهمه، اضافه مهمه لكل الناس طبعا. طبعا طبعا. وفريق نادي الاهلي يعتبر هو صبط في الحته النقطه دي، هو من اول الفرق المصريه اللي استعانت بمحلل اداء، واستعانت فعلا بشركات اجنبيه مش مصريه انها تقدر تحلل الاداء للفريق النادي الاهلي والفرق المنافسين كمان. رائع جدا، احنا بنشكرك جدا انا وكريم دكتور احمد بيومي محلل. انا اللي بشكركم جدا، وصبح عليكم طبعا. صباح الفل، وان شاء الله تبقى مباراه حلوه وباذن الله يكون الفوز اهلاوي باذن الله. شكرا يا فندم.